إلى شرق الوطن نظم أمس الأحد سكان حي زرمنا بأعالي ولاية سكيكدا وقفة احتجاجية ومسيرة تضامنية مع عائلة الشاب كمال بكرمة الذي قتل الخميس الماضي على يد مجموعة من الشباب بجوار كمالية بورنان هدام، حيث نظم التلاميذ وأوليائهم وقفة احتجاجية تنديدا بالجريمة النكراء التي أراح ضحيتها كمال بكرمة. مزيد من التفاصيل في ميكروفون محمد حمدة. ولدي مات، اللي قتل ولدي يموتوا، لازم يموتوا، لازم صرات اللي ما صرات، ماتوا في الجزائر، ماتوا في وهران، ماتوا في كل البلاد. بصح انا المره هذه ما نعقبهاش، انا ما نسمعوش، ما نسمعوش ولدي. الام للدراري هادو، تسمى الدراري هادو راهم تسمى مشوكين درك، تسمى هذاك الدرجه، ورانا حنا الاولياء تاعهم مبطلين الخدمه تاعنا وجايين هنا، تسمى واش لما جايين. جايين نتضاملوا مع المرحوم الله يرحمه ويوسع عليه. ثانيين جايين باه نطلبوا من السلطات توفر لنا الامن للدراري هادو، الدراري هادو راهم خايفين ليخرجوا من الضيق. وعلى اثرها